اتفضل. دكتور احمد فاروق، كليه التجاره، الناسق الاكاديمي للبرامج المهنيه، جامعه بني سويف. طبعا احنا النهارده بنناقش مشروعات التخرج الخاصه بالمستوى النهائي في الماجستير المهني في اداره الاعمال بكليه التجاره، ويمكن اليوم ده كلنا كاعضاء التدريس بنستناه، لان هو ثمره جهدنا مع الساده الباحثين. بنبدا نشوف العناوين والمقترحات والتوصيات اللي هم قدموها في مشاريع التخرج اللي ممكن تفيد القطاع الاداري للدوله، وتقدر تساهم في رفع وتطوير وعمليه الاصلاح اللي بتتم في الدوله الوقت في ضوء رؤيه مصر 2030. احنا النهارده شفنا عناوين متطبقه على القطاع المصرفي، على القطاع الدوائي، على القطاع الصحي، على قطاع مصرفي الاتصالات بشكل كان كبير. ويمكن احد الباحثين عرض خطه كامله هيتم عرضها على احد القيادات اللي موجودين في الوزاره. فهو ده الثمره اللي بنبدا نشوفها من الباحثين. احنا عندنا في البرنامج بتاعنا في دكتوراه مهنيه في اداره الاعمال، في ماجستير مهني في اداره الاعمال، في دبلومه مهنيه في اداره الاعمال، وبنستهدف ثلاث فئات. بنستهدف الخريجين الاول اللي لسه مخلصين، عشان نبدا ناهلهم او نشيل الفجوه اللي هي ما بين السوق، سوق العمل وقطاع الخريجين، اللي بيبقى فيه فجوه كده في النص. فاحنا بنبدا ندرس لهم ازاي القطاع المهني بيشتغل، بنبدا ندربهم، بنبدا نديهم كيس ستادي. الشريحه الثانيه اللي بنستهدفها الساده اصحاب المشاريع الخاصه، حد خلص بس ما اشتغلش في القطاع الحكومي، فبيبدا عايز يعمل مشروع لنفسه، عايز يعمل دراسه جدوى، عايز يعرف ازاي يستقطب موارد بشريه في المؤسسه بتاعته، ازاي العمليه الانتاجيه بتتم، ازاي العمليه التصنيعيه، ازاي يسوق للمشروع بتاعه. فالحاجات دي بتكون ناقصه كتير جدا عندهم، فبنبدا نسوق لهم القصه. مش بتكون بشكل نظري بحت، لا، القصه فيها تطبيق، فيها كيس ستادي، فيها حالات عمليه. لها مده دراسه يا دكتور؟ مده الدراسه في الماجستير المهني عامين، مده الدراسه في الدبلوم المهني عام واحد، مدة الدراسة في الدكتوراه المهنية لإدارة الأعمال بتتراوح من سنتين ونص إلى ثلاث سنوات، وده على حسب قدرة الطالب لتسجيله لعدد ساعات معتمدة أو لا. الطالب اللي بيبقى جايب مقبول في البكالوريوس بيدخل دبلومة وبعدين بيلتحق بالماجستير، اللي جايب جيد بيلتحق مباشرة بالماجستير. يمكن احنا الشيء المميز برضو ان احنا بنستهدف كل خريجين الكليات، ما بنقتصرش على كلية التجارة بس، في عندنا كلية تمريض، في كلية خدمة اجتماعية، في كلية صيدلة، في كلية طب، في السادة اللي موجودين عندنا برضو من كلية حقوق أو السادة الضباط. الطالب يا دكتور بيكمل بقى ممكن دكتوراه؟ ولا ماجستير وبيه؟ لا، الطالب متاح ليه بعد ما يخلص الماجستير المهني بيقدم مباشرة في دكتوراه مهنية في إدارة الأعمال. جميل جدا. يعني احنا المسارات مفتوحة وبتتطور، ويمكن ده بيرجع لفضل ربنا ثم معالي الوزير الأستاذ الدكتور منصور حسن لرؤيته الواضحة منذ عام 2019 في تبنيه للبرامج المهنية، وتبنيه إن يكون في كادر إداري في الدولة متميز وبيساهم في رفع المؤسسة اللي شغال فيها. أنا مش موظف وجاي شغال بس، أنا بطور المسار المهني. جميل جدا. والدليل على كده إن الحمد لله عندنا خريجين كتير، عندنا اللي موجود نائب محافظ، اللي موجود فتح شركات وتطورت معاه، اللي موجودين في الدولة وبيتولوا مناصب قيادية. فالحمد لله يعني احنا متماشين مع رؤية الدولة ان شاء الله مزيدا من التفوق والتقدم. شكرا دكتور. شكرا دكتور. شكرا.